برين تيست تو. الهروب من السجن. اتهم أحمد ظلما ودخل السجن وقد التقطوا له صورا عند اعتقاله. لابد أن يجد أحمد طريقة لحماية نفسه في هذه البيئة القاسية. هيا نلعب كرة السلة حتى نصبح مشهورين. يحتاج أحمد إلى بعض الأصدقاء للتخطيط إلى الهروب. يحتاج أحمد الحصول على هذا الإزميل. يجب أن يحفر أحمد حفرة كبيرة بهذا الإزميل. لابد أن يجد أحمد طريقة لإخفاء الإزميل. أحفر نفق حتى تهرب. لابد أن يفتح أحمد الباب. أول محاولة فشلت، لابد أن يجتاز نقطة التفتيش حتى يبدأ في خطته الجديدة. يحتاج أحمد إلى هذا المفك. هناك لوحة مخفية يمكن أن يفتحها أحمد باستخدام المفك. you
يجب أن يتحرك أحمد داخل أنابيب التهوية. بنقفل على الأمن بالمربعات الموجودة دي، وبعد كده بنعدل التليفون في اتجاه حركة سير أحمد. يمكن فتح هذا الباب بمفتاح التبديل. يجب أن يحرر أحمد صديقيه. لابد أن يجدوا طريقة للوصول إلى الباب في الأعلى. يجب أن يجدوا وسيلة لتجنب الحراس. يجب أن يمروا من هذا الباب. يجب أن يجدوا طريقة حتى يمنع الحراس من مطاردتهم بينما يحاول عبقريون العمل على فتح باب الخروج. يجب أن يصلوا إلى الغابة.